بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه. ونشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلة. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا وظلكم تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في برنامج مفاجئ من برامج أنين المسحورين، والذي أتكلم فيه عن طبيعة الإنسان في العلاقة مع العالم الآخر وعالم الغيبيات، عالم الساحر والمس والقرين والجن وعالم الملائكة وعالم النورانيات والعوالم الأخرى التي لا أعلمها إلا الله جل وعلا، والتي لم ننكر أن هناك من العوالم التي خلقها الله جل وعلا ولم يقف الإنسان على حقيقتها إلى الآن. ربما كانت عوالم نورانية، ربما كانت هوائية، ربما كانت نيرانية، ربما كانت طينية كابن آدم، ربما كانت هذه العوالم التي لا يعرف سرها إلا الله جل وعلا، ولكن نقف على مبدأ واحد ألا وهو الخلاق العليم. ربنا خلق وعالم بخلقه، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. طيب، أنا بتكلم مبدئيا في حلقة مفاجأة زي ما قلت لك، وجايين مش معدين هنتكلم فيه، لكن هتكلم مبدئيا عن علاقة الإنسان بالجن، اللي هي العلاقة اللي بتجن، يقول لك الفلان ده مجنون، والجنان من الجن، يعني صفة مشتقة من مصدر جان. طيب، هل هي علاقة الإنسان بالمصدر ده علاقة بسحر فقط أو بمس أو علاقة بأن الإنسان يلبسه جن؟ لا أبدا، عمر ما كان علاقة الإنسان بالجن علاقة خاصة بالمس أو السحر. خطأ من يعتقد ذلك. علاقة الإنسان بالجن هي علاقة مصاحبة، بمعنى انه بياكل مكان ما بتاكل، بيشرب مكان ما بتشرب، وانت بتنام بينام مكانك، وانت بتجامع زوجتك ان ما قلتش الاذكار بيكون معانك، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنب الشيطان ما رزقتنا. كل علاقتك في الحياه موجود فيها، اذا دخلت الحمام موجود في الحمام، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. كل الامور التي تتحرك فيها في هذا الكون هو بيتحرك زيك بالظبط. ربنا قال في القران: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى قرن ربنا وفرق ربنا بين الإنس والجن بكلمة بحرف واو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، جمع الله جل وعلا الإنس والجن، ما أريد منهم من الإنس والجن. إذن لابد لنا أن نعود إلى الله جل وعلا ونتعرف على حقيقة هذا العالم بعد ما نرجع لأم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم أحمد؟ الحمد لله. اتفضل يا أم أحمد. أنا يا عم الشيخ حصلت معايا مشكلة، يعني حصلت معايا مشكلة من فترة. نعم. يعني بقيت أروح للمشايخ فبيقولوا السحر معمول على دم النجاسة، يعني بقيت مشاكل في بيني وبين زوجي. نعم. طيب يا أم أحمد، يعني فأنا ما عرفاش يا ده، يعني يا أم أحمد بشكل كبير، يا أم أحمد يعني إزاي أعرف إنه فعلا سحر أو مش سحر؟ حاضر يا أم أحمد، صلى على رسول الله. استمعيني من خلال التلفزيون، أي حد، والكلام ده إحنا قلناه كذا مرة في كذا حلقة، عايز يتعرف إذا كان مسحور أو ممسوس، يأتي بكوب من الماء البارد، كوباية مية باردة يا أم أحمد من الثلاجة، وانفثي فيها بفمك، وحرك الماء بهواء الفم بفاتحة الكتاب 7 مرات، ثم قولي بسم الله في أوله وآخره، وخدي نفس واحتبسيه وخرجي تاني. يعني هعمل بنفس الطريقة اللي أنا عاملها دلوقتي، بسم الله في أوله وآخره، واروح كاتم النفس واروح مخرجه لمدة 10 مرات. إذا احتبس الأمر في الجسم، حسيت بدوخة أو زغللة أو جسمك تقل أو حسيت إنه هيغمى عليك، فاعلم أنك هناك مصاب من المس أو السحر. إحنا ما بنفرقش بين المس أو السحر يا إخوانا، الطبيعة واحدة، هو اللي إيه الاختلاط أو الإصابة بالجن. مس أو سحر يعني جن. يبقى أنا لما باجي أعالج ما بعالجش سحر سفلى أو سحر علوي أو سحر أسود أو سحر أبيض أو الكلام ده، أنا بعالج جان ما
مكلف بسحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى علم السحر موكل بشياطين وجان. يبقى انا لما اجي اعالج اللي يقول لك ايه اصل السحر مدفون في مقبره لازم أن يخرج، مين اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رقي برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل استخراج السحر، وهكذا الامر ثابت في صحيح البخاري في كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني، ثابت ان النبي صحي قبل اخراج السحر. يبقى الاصل في العلاج ابطلوا السحر. يقول الله جل وعلا: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. يبقى ما اللي انت جاي به السحر، الاعمال اللي انت جاي بيها سواء طلاق او عقم او تفريق او تعطيل او فشل سليم او تعطيل رزق او تعطيل زواج، هذه الاعمال التي ياتي بها السحر. يبقى احنا عندنا السحر وعندنا الاعمال التي ياتي بها السحر، شتان ما بين السحر والاعمال التي ياتي بها السحر. السحر اللي هو القائم على قوائم خمسه، يعني ايه؟ علم التبسيط وعلم التكسير وعلم الحرف وعلم العزائم. ها، هذه القوائم بتقوم على قوائم التعويذه، التعويذه، هذه الخمس قوائم اللي هي السحر. بس مش معنى ان واحد اتعمل له سحر انه ممكن السحر ده ينفذ، قد يبطل باذن المولى جل وعلا. لكن ما جاء به السحر اللي هو ايه؟ طلاق، عقم، فشل دراسي، فشل اجتماعي، فشل في سفر، فشل في كل شيء، هذه الامور يجب تحليلها بانها لابد ان تبطل برقيه شرعيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرقيه ثابته في السنه، ومن حاد عنها فقد اشرك. اللي بيعلق تمائم واللي بيروح يحط كتاب تحت باطه واللي علق سلسله واللي علق مش عارف شبشب مقلوب في العربيه من ورا او على بيته من قدام او يحط خمسه وخميس، كل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمه فلا اتمها الله عليه. وكانما اصبت نفسك بدعاء النبي لا اتم الله عليك امرك. رايح عشان تتجوز وبتعمل تميمه مش هتتجوز، رايح عشان تشتغل وبتعلق تميمه مش هتشتغل. اياكم وكل هذه المكفرات التي تكفر بالعقيدة، تكفر بعقيدة التوحيد بالله، مش كفران بالله عز وجل، كفران عقيدة. وإحنا قلنا الكفر نوعان: كفر عقيدة وكفر ملة. كفر الملة أنك أنت كافر بالله، مش معترف بوجود ربنا، مش معترف أنه هو إله، مش معترف بقدرة الله. أما كفر العقيدة أنك أنت تعتقد أن الساحر ده هو اللي هيشفيك وهو اللي هيوديك وهو اللي هيجيب لك وهو اللي هيجلب لك. أبدا الكلام ده غير صحيح. اعتقادي في الله أنه النافع والضار، وأنه العاطي والمانع، وأنه الشافي والممرض، وأنه المحيي والمميت، وأنه المعز والمذل، الله عز وجل، الله عز وجل. لا أتعدى هذه الكونيات في حياتي لترسيخ عقيدة. ماشي، هذا الأمر لابد أن نحترس ونتأكد منه. نرجع لموضوع هذه العلاقة الوطيدة. هناك اتصال؟ طيب، العلاقة الوطيدة بينك وبين الجن، تلك العلاقة التي لابد أن ألا يعني ترتكز على موضوع السحر والمس فقط، لكن علاقة ممكن الجن يبقى موجود معاك، سبحان الملك في المنزل بياكل وبيشرب وبينام جنبيك وبيتأسى بيك وبيسمع القرآن زي ما سمع للنبي وزي ما كان بيسمع للسيدة عائشة. ونزل القرآن يتلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الإشراك بالله قد يكون أنت بيتحقق منك الإشراك بالله رغم أن الجن أنكر الشرك عن نفسه لما سمع القرآن. أنت بتسمع القرآن في اليوم كم مرة؟ كذا مرة. لكن هل أنت عقيدتك بعيدة عن الشرك؟ يا عم الشيخ أنا بصلي. الشرك ملوش دعوة بالصلاة، الشرك ملوش دعوة بالاعتقاد في الله. الشرك ده أنك أنت بتعتقد أن الساحر ده هيعمل لك مثلا مصلحة في شغلك أو في مصلحة في زواجتك أو مصلحة في عملك. طيب معانا حامد، السلام عليكم. السلام عليكم يا مشيخ. أهلا أستاذ حامد، زي حالك؟ ازي حضرتك؟ تقبل الله منا ومنك. ربنا يا كمان. بس سعادتك، بس أنا قريب من ربنا جدا الحمد لله رب العالمين، بس بقطع الصلاة يا عم الشيخ كتير أو 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 نعم، وعمل الخير الحمد لله رب العالمين، وعندي بتر في رجلي، عندي بتر في رجلي وبتمنى رضا ربنا في كل وقت يا عم الشيخ. طيب يا استاذ حامد، يا استاذ حامد، اساس الرضا الصلاه، اساس الرضا الصلاه. اذا صلحت صلاتك صلح سائر عملك، كل اعمالك موقوفه على الصلاه يا استاذ حامد.
أول ما يسأل الإنسان في قبره عن صلاته، أول ما يسأل في قبره عن صلاته، إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أنت حضرتك النهاردة مضيع للصلاة، تقول أنا بحب الخير وبحب ربنا، طب إزاي؟ ما هو التطبيق العملي، لو بتصدق وبتصوم وبتزكي وبتحج وما بتصليش، هذه دعامة الإسلام، إذا قامت قام بها إسلامك وإيمانك، وإذا انهدمت انهدم إيمانك بكل أفعالك من الخير والطاعة والصيام والزكاة والحج. خلي بالك يعني، فأنت إذا حافظت على صلاتك يبقى أنت بتحافظ على دينك كله. طيب نرجع بقى لكلام الجن لما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نهاية الآية لن نشرك، وانت كل يوم بيتحقق شركك في امور معينه، اشراك الزوجه في طاعتها في معصيه الله تجيب لها مال حرام، اشراك الاولاد في انك انت تربيهم بمال حرام، اشراك الغير انك انت تكون تابع لرئيسك او لسيدك في العمل وانت عارف ان هو ممكن يكون بيضل عن سبيل الله، كل ذلك من الشرك الذي مقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، السلام عليكم. مين معانا؟ السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ اعزكم الله. بقول لحضرتك يا شيخنا، انا دايما جسمي بيترعش وبحلم احلام غريبه كده، يعني بحلم احلام يعني مش نعم. حلوه. نعم. ان انا مثلا يعني ببقى فوق مكان عالي بتحدف منه، ف بيجيلي كده حاجه. انت عامل ايه في الصلاه اخي الكريم؟ نعم. عامل ايه في الصلاه؟ لا مش منضبط. انا طيب، ما انت ما بفضل الله عز وجل، فاما من خفت موازينه، ما انت الموازين خفيفه، فانت زي اللي زي الريشه، الريشه لو خفيفه هتطير في الهواء، واما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. فانت ثقل الموازين بالصلاه والطاعه والعباده، والصلاه هي التعبير الكامل عن الراحه والطمانينه النفسيه. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، وانت عايش في ضنك، عايش في هم ببعدك عن الله تبارك وتعالى. فايما انسان يعتقد انه عايش بدون صلاه فهذا قليل الفهم غائب العقل. الصلاه بها تكمل الحياه، الصلاه بها يطمئن القلب، الصلاه بها ترتقي الروح مع الله جل وعلا، لان اسمها صله، الصلاه صله بين العبد وربه. كل يوم تتصل بالله عز وجل 5 مرات، فإذا لم تتصل بالله لعبت بك الشياطين وطارت بك في فراغ ليس له حدود. ومعانا الأخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة حنان؟ كيف حالك؟ أي الحمد لله، نحمد الله. اتفضلي. بقول لحضرتك أنا بصلي الحمد لله وبداوم على الصلوات والحمد لله، بس باجي بالليل بتخنق في رقبتي وبفضل اقرا لحد اقرا آية الكرسي والمعوذتين، وبرضه ببقى مخنوقه لحد ما عندي طفل عنده ابني 7 سنين. نعم. هو اللي بيجي يصحيني ويفك الحاجه دي من رقبتي. طيب انت في اي علامات بتظهر في جسمك استاذه حنان، زي بقع زرقاء خرابيش الكلام ده؟ خنقت فعلا بس كنت صاحيه كمان. لا انا بسال سؤال، في بقع زرقاء في جسمك بتظهر؟ خرابيش. طيب بص يا استاذ حنان، ده مس حمام. مس الحمام من طبيعته يا اخوانا اللي النبي استعاذ منه، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، هو اخبث انواع الجن، وما استعاذ رسول الله من جنين قط مثل هذا الجني، والذي ايه يعني يلهي الانسان في الصلاه. طيب ايه علاقته بالانسان؟ ان هو بيجي بيخنق الانسان وهو نايم، فانت مطالبه انك انت تقولي اذكار النوم. وبقول للجميع يا اخوانا حاجه سهله في القران اوصاها بها الله عز وجل، اوصى بها الله عز وجل سيدنا ايوب، هذا مغتسل بارد وشراب. كوبايه ميه يا استاذه حنان واي حد بيسمعني دلوقتي من اللي شاكك انه معمول له سحر او عنده مس، ميه تلج، ميه ساقعه، ما تقوليش اصل الجو كده كده ساقع، لا ميه طالعه من الثلاجه، ساقع كوبايه ميه، واقرا عليها فاتحه الكتاب، ايه الكرسي، خواتيم البكره، خواتيم الحشو، قل هو الله احد والمعوذتين، اقراهم في الميه دي واشرب منها ثلاثا، وخد من الماء الثلج ده ومسح جسمك، ما بقولكش اغتسل، مسح جسمك، اعمل الكلام ده 7 مرات على 7 ايام، يعني كل يوم مره، بفضل الله الا برأت تماما. هذا مغتسل بارد وشراب. اخ صالح، السلام عليكم. السلام صالح. عليكم. اهلا ام صالح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. السلام عليكم. حضرتك انا زمان انا صغيره خالص من 20 سنه
داخله الحمام حد ضربني بالصابونه في رجلي، دي بعدها جات لي جلطه فيها ورجلي، ورجلي الثانيه جا دق فيه، رجلي الاثنين واجعني. ما بتحركش دلوقتي، يعني بتحرك بسيط، مش لاقي حل في رجلي، بشوف حاجات في الشقه. طيب يا ام صالح، يا ام صالح صلى على رسول الله، انت عامله ايه في الصلاه برضه؟ ده سؤالي المعتاد لكل واحد، بتعامل ايه في الصلاه؟ لا انا مجرد ما اخش اتوضى في الحمام على بالك حد واقف على باب الحمام. طيب يا ام صالح، ما انت دلوقتي انت ضعيفه البنيان يا ام صالح، ان بنستقوى بايه؟ بنستقوى بالله عز وجل، والاستقوى بالله بالصلاه. يعني ماشي، يعني انا نفسي، انا امنيت حياتي ان انا اصلي، بس مش قادره ان انا اتحرك. مجرد ما يا ام صالح اخش اقول اصلي بلاقي حاجه واقفه قدامي. يا ام صالح انت عامله، انت عامله يا بتضرب، يا اما ما ممكن اقعد اكسر اضرب في عيالي، اتخانق، اي حاجه. يا ام صالح ربنا يصلح حالك يا رب. بص يا ام صالح، عايزه تهدي وعايزه بيتك ينصلح وعايزه اولادك ربنا يهديهم، الصلاه. النبي كان بيقول ارحنا بها يا بلال، يعني راحه. ارحنا بها يا بلال يعني راحه. اللي تعبان في بيته يصلي، اللي تعبان في رزقه يصلي. البركه مش هتيجي الا بالصلاه، الراحه مش هتيجي الا بالصلاه. اوعى تفكر. طب حضرتك الحاجات اللي بشوفها دي، ما انا جاي لك اهو واحده واحده بس الاول. ما فيش حاجه هتمنعك تخش تتوضي، لانك انت في حفظ الله. لو قلت بسم الله وانت قايمه داخله الحمام ربنا يحفظك. الجلطه اللي في رجليك اللي جت ديت، احنا بنقول ان المس او السحر ممكن ياثر على الدم، لان النبي قال ايه؟ يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، فممكن يسبب الجلطات. فانت محتاجه رقيه شرعيه ومحتاجه حجامه يا ام صالح، بس تصلي. تصلي وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمين؟ للمؤمنين. معقوله تجيلي ما انتش مصلي وتقولي تقرقيني؟ تبارك ازاي وانت بعيد عن ربنا؟ السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. الو استاذ اشرف، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك. الله يكرمك استاذ اشرف، اتفضل. انا عندي والله مشكله بتحصل معايا. ايوه. لفتره اني على طول قلق وخوف، مش عايز اشوف اي حد. واي مكان، يعني حتى لما بروح الشغل يعني ببقى متردد قلقان من، يعني شيء غريب، يعني انا ذاتي حاسس بيه. يعني انت في حاله من القلق والتوتر والخوف. طيب انت لو اقبلت على اتخاذ اي قرار بتحس انك انت متردد؟ متردد فيه. انت متزوج؟ يعني مطلق. منفصل عن الزوجه. عامل ايه في الصلاه؟ السؤال الاولاني اللي احنا معتادين نقول، عامل ايه في الصلاه استاذ اشرف؟ والله منتظم في الصلاه. طيب بص يا استاذ اشرف، اذا كان هذا الامر انت منتظم في الصلاه، يبقى لابد من رقيه شرعيه، لان انا اشك انك انت معاك سحر، سحر تفريق. وسحر التفريق هو من دواعي هذا السحر ومن من اعراضه التردد في القرارات والضيق في الصدر. طبعا احنا بنقول العرض، بس احنا لما نحكمش بتاكيد العرض عليك الا اذا قرانا عليك رقيه شرعيه وعلمنا ان هو موجود فعلا، لانه بيظهر في قراءه رقيه اسمها رقيه التخريج والتحصين مع كاس حجامه في الجنب اليمين، وبنعرف هل هناك اثر من اثار السحر ولا لا، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي تجربه بدون اي حاجه. ده علم النبي وبنطبقه عليك كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقيه التخريج وارده في حديث عثمان بن ابي العاص لما قال يا رسول الله اني اصلي فلا اشعر بما صليت وكيف صليت، انا متردد مش عارف انا صليت بايه ومش عارف انا صليت ازاي. فقال ادنه فدانا، فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين رجليه، ثم قال ضرب رسول الله بيدي على صدري. دي كلام ممكن تعمله مع زوجتك وانت مع بنتك وانت مع ابنك، اعملوا الكلام ده في بيوتكم، مش محتاجين لراقي. انا لما بكون بقول لك تعال لي المكتب بتاعي، انا عشان اعلمك العلم ده من خلال التلفزيون، من خلال المنبر، يوم الجمعه انا بخطب بقول لي ناس اعملوا ده، هات مراتك هات زوجتك، بس ما تخبطهاش في صدرها، تجيب لها سكته قلبيه، ولا تقوم تخبطها زي ما واحد بقول له بالسواك يا اخي، واضرب على راس زوجتك بالسواك ثلاث ضربات كده. فقال لي لا ده انا عندي مسواقه تنفع، او عندي مش عارف رجل كرسي. ايه رجل كرسي ايه ده؟ انت مش بترقي، ده انت بتخلص عليها. قال لي خلينا نخلص وخلاص. فاحنا بنقول لابد لنا ان نستخدم السنه، سواك سواك حته سواكه كده، وبسم الله على راس الزوجه وعلى راس الولد، وتقول اخرج عدو الله اخسى عدو الله. هكذا فعل رسول الله. يعني انا ما بعملش الشيء ده عشان انا ببتكره، لا ده انا بستن بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الجن الذي يقرن بابن آدم، وأنا بقرأ عليك الرقى الشرعية، هذا الجني يسمع القرآن ومعنى رضا ربنا يرضى عنك رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ رضا؟ ازي حضرتك يا باشا؟ ربنا يحفظك. الله يكرمك. تفضل يا أستاذ رضا.
انا من حوالي سنه ونص الساعه 10 الصبح كده اقول لامي، قلت اما امي ايه، اتوضى واصلي الضحى. نعم. وبعدين رايح بقى اتوضى وقدام باب الحمام بالظبط، ورجليا على باب الحمام، لقيتني بتحدف على جنب الشمال وكتف الشمال وصدق الشمال بترزع في الارض ثلاث مرات متواصله، ورجلي على الارض زي ما هي على باب الحمام من بره. نعم. المهم بعد ما كده ايه قمت مسكت بالقعده وحاولت وقمت، وبعدين اتوضيت وصليت. والمهم بعد كده يعني ايه بعد الايام دي الاقيني وانا بصلي الصلوات اللي هي الاربع ركعات، الاقيني بنسي ان انا صليت كم ركعه. يعني مثلا صلاه الظهر او العصر او العشاء والكلام ده، مثلا اصلي مثلا ركعتين وانا بصلي كده ممكن اي حاجه تيجي في دماغي، مجرد ما افتكر اي حاجه الاقيني نسيت انني صليت كم ركعه، فبقيت اضطر ان انا اصلي بزياده، وفي الاخر ابقى اسجد سجده السهو وخلاص. نعم. فدي مشكله بالنسبه لي، حكايه ان انا بنسى في الصلاه، ما مش عارف صليت كم ركعه. طيب مش عارف بقى، عاوز ان انا يعني وانا ان شاء الله مواظب على الصلاه، ربنا يتقبل. هو من الواضح انك انت مواظب، واللغه يعني دلاله على ذلك، ولكن اعلم يقينا يعني كما قال اهل العلم ان الساهي في الصلاه لم يسهو الا لان الشيطان تأكد أن صلاته صحيحة. دي بشارة ليك أنت، أي واحد بيسهو في صلاته يعرف أن الشيطان واقف لك، عارف أنك أنت قريب من ربنا وأنك أنت عايز تعمل علاقة بربنا لطيفة، فبيتأكد على وضوءك وصلاتك، فعمال يسهيك ويقول لك الغيط والبيت والست والواد وهيعمل إيه والواد ده مش عارف إيه. لا، اعرف أن صلاتك صحيحة. ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو عيينة، في حديث أبي عيينة في نال الأوطار للشوكاني، في باب أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، بيقول لك إذا شك أحدكم في صلاة أصلى ثلاثا أم أربع، فإذا كان شك أصلى ثلاثا فليأتي بالرابعة، فإذا كانت صلاته فثلاث تمت بها، تمت الصلاة بها، وإن كنا رابعة كانت الخامسة نافلة، وكانت السجدتين ترغيما للشيطان، بتكسر أنفه الساهو، بيكسر أنفه، والخمسة الزيادة جات إيه؟ جات نافلة. لو كانوا ثلاثة وانت جبت الرابعة تميت الصلاة والسهو السجدتين، كسر أنف الشيطان. فانت ان شاء الله دي بشارة ليك انك انت مع الله جل وعلا، وربنا يتقبل منك. والموضوع الاولاني فيه عندك مس بسيط من الحمام، نعمل له رقية حجامة. يا اخواننا مس الحمام لازم نرقية بحجامة من الاخر. السلام عليكم ام مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك يا ام مصطفى، ازي حالك؟ الله يخليك، الحمد لله. تفضل يا ام مصطفى. عايز اسال بس حضرتك سؤال ممكن؟ تفضلي. طب هو ممكن اي حد يعرف عني اي حاجه عن طريق قرين ولا أيوة لا؟ ايوه ممكن يا ام مصطفى، لو عن طريق اسم الام ممكن يتعرف على كل اخبارك عن طريق قرينك. بس طب مثلا لو عايزه محدش يعرف عني حاجه عن كده اعمل ايه؟ ما هو حضرتك اول حاجه تتحصني بالله جل وعلا بالاذكار سليم، لان اي حد ساحر دلوقتي بعلم التكوين اللي هو بيتكلم فيه، اللي احنا قلنا بيقوم على خمس قوائم اللي هو التبسيط والتكسير والحرف والعزائم سليم، وهذه المكونات عن طريق اسم الام يقدر يجمع اخبارك عن طريق قرينك انت. طيب اعمل ايه؟ النبي قال نعمل ايه؟ اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء. ها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يقربك شيطان حتى ايه؟ حتى المساء. لو قلتها في الصباح، ولو قلتها في المساء لا يقربك شيطان حتى. اعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا بيحميك من كل شرور خلق، من الانس والجن ومن كل شرور الخلق. سبحان الملك، من تصبح على سبع عجوات لا يصبه سحر ولا سم. لو حتى حطيلك سم، احنا بعيدين عن السنه فبتتخبطنا الشياطين يا اخوانا. ما ينفعش. انا النهارده ما اقولش ان انا يعني شيخ اصلا مش قادر اصلي، بس مكتئب وبضرب في العيال، من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يا عم شيخ اصلا رحت لواحد سحر واديته اسمي واسم امي وبعد كده الدنيا اتقلبت. طب ما لازم تتقلب، بتدي اسم امك ليه يا اخوانا؟ اسم الام لا يطلبه الا ساحر. طب السلام عليكم. الو، لو سمحت ممكن اكلم الاستاذه؟ اهلا استاذه ناهد. ناهد؟ ايوه. اهلا استاذه ناهد، تفضلي. اهلا بحضرتك. والله انا ليا عند حضرتك سؤالين. السؤال الاول ان ليا اختي بتحلم على طول ان هي بتجامع في الحلم على طول. نعم. على طول، لاول حاجه. وثاني حاجه، واحده حلمت لجوزي يعني ان هو
بيفتح قبر والده وبيغسله تاني هو وابن عمه. نعم. وثالث حاجة يا دكتور، أنا ببقى يعني بصلي الحمد لله، بس ساعات كده أتكاسل، وساعات يعني لما يبقى واقع في مشكلة بقوم أصلي، والله ربنا بيحل المشكلة. بعد المشكلة خلاص ممكن أتكاسل يوم أو اثنين أو ثلاثة. عايز أفادي حضرتك لو سمحت. كويس كويس جدا، يعني أنت عرفت إن حلك أهو، تعصر عليك أمر بتقوم تصلي الأمور بتتحل أهو، يعني ده باب من ابواب النجاسه ربنا يعني محققهولك بدون اي ما تدفع اي حاجه ولا تتصل باي حد، بتتصل بالله بركعتين سليم. وهو وارد في السنه ركعتين حاجه، اذا كان لاحد منا عند الله حاجه فليقم فليتوضا وليصلي ركعتين، يسال الله تبارك وتعالى مسالته فلا يقوم من مقام الا قضى الله حاجته. انت اعمل كده، ما انت بدل ما تتصل يا باشا ويا بيه وحضرتك وعشان خاطري واقف على باب المخلوق وهو ضعيف زيك وهيدفن بكره في التراب وهيبقى منتن الريحه ومدود يا اخوانا والله العظيم والله العظيم، لواءات شرطه روحنا ندفنهم والله العظيم جنب قرايبهم لواءات الشرطه، سبحان الله. نقول له سعاده الباشا انت ايه اللي منيمك في التراب وايه اللي مغطيك بالاكفان الباليه، ما تقوم يا فندم عايزين نقعد معاك شويه، ولا انت مش فاضي زي الدنيا؟ سبحان الملك. فانت حضرتك الرؤيه الاولى او الثانيه اللي انت قلتيها، الابن اللي شاف ان هو بيطلع ابوه بيغسله ربما يكون محتاجه للدعاء، فالغسل طهاره، ربما هناك دين يبد ان يتطهر منه. السلام عليكم. معانا مين؟ السلام عليكم. الو. استاذ أيوه. سمير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سمير؟ الحمد لله الحمد لله يا شيخنا. ربنا يعزك يا رب، اتفضل. الله يبارك. مرات حضرتك دايما تعبانه على طول، دايما على طول تعبانه وبتخربش في وشها كده برضك، ودايما بتروح لمؤاخذه على حوض الغسيل برضك، بطنها بتقعد ترجع برضك حاجات كده، يعني حاجات برضك مش ما يعني بترجع بلغم وكلام من دي وحاجات من دي، وبطنها بتوجعها دايما على طول يعني. طيب يا استاذ سمير، يعني الترجيع المباشر ده ربما يكون طالما في خرابيش ظهرت يبقى ده مس عشق جن، ومسك عشق الجن بيسبب حاجه اسمها القولون العصبي. والعصب منتشر، فاما ان يكون مرضي واما ان يكون باصابه. لو مرضي يبقى احنا هنحتاج للدكتور، احنا اللي بنحدد الكلام ده بقى. اذا كانت هي مصابه بمس عشق الجن يبقى بطنها مش هتتعالج الا بعلاج مس عشق الجن. لو هي راحت لكذا دكتور وكذا طبيب وقال لها خدي العلاج ده وما صحتش وبدا برضه الترجيع يزيد وبطنها تنتفخ وبيحصل التورمات في الجنبين وقال لها عندك القولون وما صحتش على الطب، يبقى لازم تعمل رقيه شرعيه وتعمل حاجه اسمها رقيه تخريج حجامه على القولون. مس العشق الجن غالبا بيجي من ايه؟ من الحمام يا اخوانا. وانا بركز على جن الحمام ليه؟ لان كلنا بنهبط في الحمام وبندلق ميه سخنه في الحمام وبنهيص في الحمام، ده في ناس بتعمل اشعار في الحمام، ده في ناس بتعالج مشاكلها في الحمام، ده في ناس بتسهر ولادها جوه يبقى قاعد جوه في الحمام وعمال يا اخوانا عملته مش عارف ايه، هو انت قاعد في مؤتمر صحفي؟ لا اله الا الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنونا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا سنونا وجعل لنا امورا لابد لنا ان ندخل فيها ولابد لنا ان نحتذي بها. هذه السنون وهذه السنن الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اذكر ربنا وانا داخل، وادخل برجلي الشمال واقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، واطلع برجلي اليمين واقول غفرانك غفرانك. غفرانك من ايه؟ وانا عملت ذنب جوه؟ غفرانك انك انت عافتني من ذنوبي ان انا ما ابتلاش جوه، غفرانك يا رب ان انا طلعت كويس. لان ربما يكون المس بتاع الحمام ده بلاء من ربنا عليك، والمس والسحر وكل ده والشياطين انتشرت النهارده بسبب ايه؟ بسبب بعدنا عن الله تبارك وتعالى، وبسبب تخبطنا، وبسبب ظلم الزوج للزوجه، وبسبب بعد الزوجه عن الله تبارك وتعالى، وبسبب القهر اللي احنا عايشين فيه. في هناك قهر، انت عايش في قهر، الزوجه عايشه في قهر مع الزوج، الزوج ما يعرفش ربنا، ما يرضيش ربنا فيها، لا يعطيها حق ولا يصرحها ولا يطلق سراحها ولا يطلقها. ليه؟ لانه ظالم، هذا رجل ظالم. أو زوجة لا تعطي للزوج حقه ولا تطيعه في كلمة ولا في أمر، هذه امرأة لعنها الله جل وعلا في كل كتاب. طالما إن ما فيش عذر لازم نخلي بالنا من الكلام ده يا إخوانا، بعد كده نقول أصل إحنا متضايقين لأن إحنا بعيدين عن ربنا. السلام عليكم يا أستاذ أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا عم الشيخ؟ أهلا أخي الكريم، إزيك؟ بقول لحضرتك أنا عندي أختي بتحس دايما برجة كده في بطنها، بطنها دايما بتترعش وبيجي لها صداع نصفي باستمرار، ولما بنقرا عليها قران وكده بيحصل لها حاجات غريبه. يعني احنا بنقرا عليها قران والموضوع ده معاه بقاله سنتين. نعم. فكنا متابعين مع شيخ كده بيعالج بالقران وكده، كان برضه بتقول ان انا علي حاجه اسمها اشوي ومش عارف ايه، بس في وشها بقى في حركات غريبه كده بتيجي على وشها، ودايما بقى الرعشه في بطنها ده، وكانت حملت وسقطت. نعم.
بس هي مصبع الصلاة وبتمسح الشقة كلها بالملح والخل. لا الملح لا، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول دعوة عامة في كل حلقاتي من ساعة ما خرجت على الشاشة، وأنا بقول يا إخوانا إياكم والملح، فالملح يهيج الجن، وأي حد يضرب على النت كده يقول طريقة تحضير الجن بالملح هيشوف الملح بيحضر الجن إزاي، خاصة الجماعة المغاربة بيحضروا الجن بالملح. ليه بقى الملح بيهيج الجن؟ لأن في بيعة العقبة الأولى جاء نفر من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، قالوا يا رسول الله ايه الطعام اللي احنا ناكله؟ قال طعامكم الملح والعظم. يبقى الملح طعام الجن، يبقى ازاي يصرف الجن؟ لكن نعت رسول الله ورصا والميه يقرا عليها فتحت الكتاب وايه الكرسي وخاتم البقره وخاتم الحشو كل لحظه ما زادت ورش بيتك ماء القران، هذا مغتسل بارد وشراب، ما قالش هذا ملح بارد وشراب، ربنا يحفظكم يا رب. يبقى الملح ممنوع. هذه الاخت مصابه بسحر وممكن نشوفها ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اختي الكريمه ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ بقول لك لو عايزه احصن قرينه احصن ازاي؟ لا احنا نحصنك انت مش القرينه يا ام مصطفى. اه طب احصن ازاي؟ يعني انت اللي تحصني، وانت هتحصني القرين مش تحصني نفسك الاول؟ القرين ما بتحصنش، القرين حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحصنش، النبي قال الا ان الله اعانني عليه فاسلم. القرين بيحتاج استعانه بالله، القرين بيحتاج قوه تحمل مع الله، القرين بيحتاج صبر على الطاعه، ده عشان تسلم منه، لكن القرين ما بيتحصنش لانه مش مسلم، هتحصنيه ازاي؟ لكن انا احصن نفسي من القرين رغم انه جوايا بس اتحصن منه. اتحصن ازاي؟ اذكار الصباح والمساء، الوضوء يحصنك من القرين لانه شيطان، والوضوء ماء ولا يطفئ النار الا الماء، كل الامور دي تخلي بالكم تحصين القرين. فأنا عايزك النهاردة لما تيجي تقول أحصن نفسي من القرين إزاي، أقول لك ارجع لربنا، لأن النبي قال كده اشتد علي قريني فأعانني الله علي. سبحان الملك، بقى أنت يا رسول الله ربنا أعانك على قرينك وأنت النبي، أمال إحنا نعمل إيه؟ قال لك قول الأذكار، صلي على النبي المختار، صلي صلاتك في كل وقت وأنت محتار، طالما محتار صلي، محتار في أمر قوم صلي. سليم أكثر من الصلاة على النبي، أكثر من الاستغفار، ربنا قال في القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. السلام عليكم. مين معايا؟ ألو أستاذ أشرف. الله يخليك، أنا كان ليا سؤال تاني وكنت كلمت حضرتك بس الخط قطع. اتفضل يا أستاذ أشرف. الله يخليك، أنا بحلم دايما بالمدافن تراب وبحلم بناس ميتة، يعني ناس ميتة من عندنا بحلم بيهم على طول انهم عايشين في الواقع يعني. نعم. والاحلام دي متكررة. يا استاذ اشرف طالما انك انت بتعيش مع اهل القبور واهل الموت يبقى انت في ضيق، انت في ضيق لان القبور ضيق. سليم؟ وهذا الامر يدل على الهم الشديد والحزن الشديد. انا عايزك تنظم حياتك، انت بتقول ان انا كنت متزوج وانفصلت، ما تعيرش للحياة القديمة اي اهتمام تماما. يا اخوانا عيشوا يومكم، يا اخوانا جددوا ايمانكم، حتى الايمان بيتجدد، الايمان نفسه. يعني انا مؤمن بس ممكن اجدد الايمان كل يوم، جدد حياتك واتعلم من التجربة السابقة وخليك مع الله جل وعلا، ولعل الله عز وجل انه يبدلك خيرا منها. لعل الله عز وجل يبدلك خيرا منها. خلي بالك. فانت دلوقتي في ضيق وهم، هتخرج منه ازاي؟ ما تقفش على المحطة السابقة. جدد. افتح حياة. نور بصيرة، لو هتعيش يوم واحد. عيش وانت سعيد، كده كده انت كئيب، ما تموتش وانت كئيب، خلي عندك تفاؤل، خلي عندك امل، ربنا قال، النبي قال ايه؟ بشروا ولا تنفروا، النبي قال ايه؟ تفاءلوا بالخير تجدوه، فوجودك في المقابر، اهل المقابر في ضيق وهم وحزن، اللي ما عملش متضايق عشان ما عملش، اللي ما اشتغلش مع ربنا حزين، كل الامور دي في 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 عيشه اهل البرزخ واهل القبور، لكن انت في اهل الدنيا، عيش وتامل واشتغل وتزوج وعوض، واكيد ان شاء الله ربنا هيدي لك خيرا منها ان شاء الله. معانا اتصال تاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. استاذة رنا ازيك؟ ازيك يا شيخ عامل ايه؟ ربنا يحفظك يا استاذة رنا، كيف اخبارك؟ الحمد لله، بحبك قوي والله. ربنا يبارك فيك يا رب، انا لسه طالع اول مرة لحقتي. لا انا والله بحبك يا الله يعزك يا رب، عاملة ايه؟ ازي اخبارك؟ ايوه الناس اللي بتضحك دي الناس المتفائله اللي بيدخلوا التفاؤل على الامه، كفايه حزن بقى، جزاك الله خير يا رنا. قولي بقى انت مبسوطه من ايه عشان انبسط معاكي؟ لا يا شيخ انا بس عايزه تحسنها ليا انا وخطيبي. طيب بص يا رنا، كوبايه ميه ساقعه
تقرأ عليها فاتحة الكتاب، والله كلام ربنا، هذا مغتسل بارد وشراب. اشمعنى الكلام البارد؟ المية الباردة فيها الشفاء وفيها التحصين، لأن الشيطان نار، وكلما اشتدت النار واشتد الماء برودة كلما كان أوقع البرد على الماء على النار فأطفأها. مية تقرأ عليها آيات رقية شرعية، واشرب أنت وخطيبك وامسحوا جسمك إن شاء الله جل وعلا، ورشوا الشاي بتاعكم. السلام عليكم، مين اللي معانا؟ نهال. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذة نهال؟ انا لسه مكلمة حضرتك دلوقتي، بس انت حضرتك ما ردتش على سؤالي. اه معاكي. انا بقول لحضرتك يعني اخت جوزي شافت جوزي ان هو بيطلع والده بيدفن والده تاني هو وابن عمه. ما انا لسه بقول لك اهو استاذة، ما انا قلت لك دلوقتي الخروج الميت وتغسيله طهارة، والطهارة هنا حضرتك ممكن يكون عليه دايما دفنوه تاني. ايوه ممكن يكون، احنا بنقول المثل ايه؟ الغسل، والغسل هنا للميت اذا كان ميت وطلعوه غسلوه يبقى طهاره. هذا الرجل عليه اشياء لابد ان يتطهر منها، زي الديون، عليه عهد، عليه امانه، لا اي حاجه، عليه امانه، اسمعيني بس، فلابد لاولادي ان يتصدقوا عليه ويكسروا عليه من الصدقه. اعاده طيب. غسل الميت يعني هناك شيء لابد ان يتطهر منه، ايه هو؟ الله اعلم، بس احنا بنقول اذا ما كانش عليه ديون تصدقوا له، هو محتاج للصدقه ان شاء الله. خلاص؟ هدوم حواليه، لم هدوم لقيها مرميه كده حوالين القبر بتاع حمايه ده. طيب ما هو ان شاء الله الملابس ستر، وستر الرجل هو ما يصل اليه من اولاده بعد مماته، لانه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، صدقه جاريه. فهما دول الثلاثة اللي هي دي اللي هيلبسهم يوم القيامة، ستر الولد وستر الصدقة وستر العلم إن شاء الله. فأسأل الله أن يرحمنا جميعا، أن نتقبل علما، أن يجعله نافعا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك القدر. الحلقة طبعا خلصت، لكن إن شاء الله نوعدكم إن شاء الله يبقى في حلقات تانية نعيش مع الله ونتكلم عن العالم الأخروي النوراني والنيراني، في نوراني وفي نيراني، وفي عالم الملائكة وفي عالم الجن، وفي إحنا بقى اللي تاهين وسط ده كله. فإن شاء الله إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.